السلام البنات، اليوم بغيت نوجد واحد المملحات الغداء وبغيت نشاركهم معاكم. ان شاء الله نتمنى ينالوا اعجاب ديالكم وتجربوهم، راهما البنات كيجيو رائعين بزاف. المهم نبقاو مع المقادير، غادي نبداو بسم الله على بركه الله. هانتوما البنات، عندي هنا نص معلقه بالملحه صغيره، جوج معالق كبار ديال الخل، ربعه ديال المعالق ديال الزيت، والماء كاس عادي من الروبيني ودرتو في الثلاجه واحد 10 دقائق برد ليا، حيت ضروري البنات هاد العجينه كتجمع بالماء بارد من الثلاجه. بسم الله، انتوما البنات كنديروا هاد المقادير هما الاولين، واحد شويه الحركه، وكنبداو نحكوا الطحين ديالنا البنات. هاه بيدينا والخل والملحه حتى كيتخلطوا لينا مزيان مع الطحين ديالنا البنات. ها انتما بسم الله، دابا غادي نبداو نجمعوا العجينه ديالنا. غنبقاو البنات نكبوا غير شويه بشويه وحنا تنخلطوا. ها انتما هانتوما البنات، الماء راه بارد البنات من التلاجة، درتو واحد 10 دقايق برد ليا شويه. هانتوما البنات، ما قدنيش الكاس الاول في الطحين ديالي حيت انا دايره تقريبا نص كيلو شي شويه، المهم انا دايره نقولوا نص كيلو ديال الفرص، داكشي على حسب النوعيه ديال الفرص واش كيشرب ولا لا. انا زدت شويه ديال الماء من الثلاجه نيتها هو باش كنكمل العجينه ديالي. هانتوما البنات، انا جمعت العجينه ديالي، هانتوما كتخليوها قاصحه غير كتجمعوها، ما تدلكوها ما حتى شي حاجه وما تجريلهاش. ها انا راه غير جمعتها، دابا البنات انا غادي نديرها في السلوفان وغادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق. انا نديرها دابا في السلوفان العجينه ديالي. هانتوما خوتي خواتاتي، ها هي هانتوما، ها هي غادي ترتاح واحد 10 دقائق وغادي نرجع ليها. ودابا خوتي خواتاتي، هانتوما عندي هنا معلقه زبده كبيره ومعلقه ديال الفورص الطحين اللي عجنت به، معلقه الفورص هي غادي نذوبها مزيان هي والزبده، ومن بعد البنات غادي نزيد جوج فرماجات وثلاثه ديال القطع ديال الفرماج ديال الساندويتش هانتوما، وكاس ديال الحليب البنات. ودابا انا درتهم في الكبوطه، هانتوما البنات ها هي دابت ليا المعلقه ديالي الزبده مع المعلقه ديال الطحين. دابا البنات غادي نزيد الكاس ديال الحليب ديالي، ها هو، وغادي البنات نزيد الفرماج، هادي لا كريم اللي كندير انا باش كنديرها مع التعميره اللي عندي في المملحات كنصي. ودابا البنات العجينه ديالي من بعد ما حيدت لها السلوفان درت تحتها شويه ديال الدقيق، وغادي درت فوقها شويه باش نطلقها البنات، حيت ضروري شويه ديال الدقيق باش ما تشدلكمش في البلاصه اللي كتطلقوا فيها. انتم البنات ثم كنطلقها غير بحال هكايا، شكلها زبده ها انتما.
هانتوما البنات كندير لها بحال هكا. ودابا البنات غادي نطويو العجينه ديالنا. هانتوما كنديروا بحال هكا. ضروري البنات فوق الفرص. انتوما البنات هانا عاود طلقتها. هانتوما شتوني درت لها الزبده وطويتها وطلقتها. دابا انا طلقتها غنعاود البنات نطويها معاكم مره اخرى. هانتوما باش تجي البنات مقاده. هانتوما هكا هي البنات. ندير لها البنات شويه الفرص تحتها ضروري باش ما تلصقش ليا من نجي نطلقها. دابا البنات هذه هي الطلقه التاليه. غادي نطلقها ونعاود نطويها ونقطعها ونديرها في الثلاجه ترتاح حتى غادي نصوب الحشوه ديالي وغادي نجبدها باش نخدم بها. البنات البنات بزاف بزاف وكتجي ممتازه بلا داك عاد لك طوي دلك طوي دير الزبده ولي طوي ولي طلق. راه البنات غير في 5 دقائق توجدوه. ثم البنات من بعد انا وليت طلقتها طلقه اخرى وغنولي البنات نطويها. ها نتوما ها هي هكا البنات. وغادي نولي طويها هكا. ها نتوما البنات دابا انا طويتها الطويه الاخيره. كتضغطوا عليها شويه هكا ها. وغادي البنات دابا غنقطعها وغادي نحشيها في الثلاجه بيد ما نوجد الحشوه وغادي نجبدها. نخليها في الثلاجه ترتاح غير بيد ما نوجد الحشوه وغادي نجبدها باش نخدم بها. وانتوما البنات اللي بغات توجد العجينه على تيسع توجدها عادي بحال هذه الطريقه اللي وريتكم. وقطعوها ولويوها في السلوفان حشيوها في الفريكو. النهار اللي تبغيو تخدموا بها جبدوها تطلق وخدموا بها عادي. ها نتوما البنات غادي نقسمها على جوج. ها هي البنات ها نتوما كتقسم بسهوله. ها نتوما البنات كي كتجي مورقه ما شاء الله شتوها. تخدموا بها اي حاجه بغيتوها الحلول مالح اي حاجه. غير انا دابا غنخدم بها المالح وغنولي ان شاء الله نشاركها معكم في الحلو. دابا البنات غادي ندير لها السلوفان وغادي نخليها في الثلاجه ترتاح بيد ما نوجد الحشوه ديالي. ها نتوما البنات ها هي. ودابا غادي نديرها في الثلاجه باش ترتاح البنات بيد ما نوجد الحشوه. انا غنشاركها معاكم وغادي نكملوا. هما البنات هذه الحشوه ديالي. ها نتوما درت لي كفته ودرت عليها قبيصه د الملحه حيت عندي لاصوص ديالي اللي وجدت دابا الصلصه معاكم مالحه فيها الفرماج مالح العجينه فيها الملحه. وتا هنا البنات درت غير قبيصه باش ما تجينيش التعميره مالحه بزاف ديال زيت الزيتون. ها نتوما غادي نحرق فيه هاد الكفيته وغادي نوريكم البنات. غادي نزيد معاه الصلصه ديالو وغنزيد معاه شويه د الابزار فقط هادشي اللي كتجي في التعميره.
شويه د لاداند، ها هو غندير توا عليه شويه د الزيت، ها نتوما زيت العود، وغندير عليها البنات قبيصه د الملحه، وغادي نشحرو حتى هو عادي البنات. ها نتوما البنات من بعد ما بدا يتشحر الدجاج ديالنا، ها نتوما لادان ديال الدجاج، ها هو غنزيد نشحرو غير واحد شويه البنات، وغادي نطفي عليه وغادي نوريكم كيفاش غادي ندير الصلصه معاه، وغادي البنات ندوزو للعجينه ديالنا نطلقوها باش نخدمو بيها. ديالنا الدجاج ها نتوما شفتوني البنات راني قليتو بالمليحه والزويته، واللي يكون مرقدو البنات في الملحه ما يديرش الملحه حتى يذوقو. ها نتوما البنات انا قطعتو، ها هو زدت قطعتو القوق باش ما يضيعليش العجينه والكفته، ودابا البنات غادي ندير عليهم الصلصه. ها نتوما البنات الكريم ديالها اللي وجدت ليها، ها هو كنقسمو عليهم بجوج. كنخلطهم البنات مزيان، كنزيد عليهم شويه البنات شويه د الابزار، ها نتوما هنا وهنا، وكنخلطهم البنات مزيان. البنات هذا الخيم اللي درت انا راه كيجي ممتاز البنات، غيتبعوا كيف ما كنحط لكم الحاجه تبعوها بالحرف البنات، راه كتجي رائعه ممتازه. ودابا البنات غادي نخلي الصلصه ديالي تشرب، وغادي ندوزو للعجينه نطلقوها. غنخلط حتى الكفته ديالي وغنخليها البنات، وغادي ندوزو للعجينه. ها نتوما البنات انا جبت العجينه ديالي من الثلاجه، ها هي، وغادي البنات دابا نبدا نخدم بها. ثم البنات قدامكم كل شيء بسم الله. ها ثم البنات دابا غادي نطلقها مزيان. ها ثم البنات باش ما تلصقيناش كنكملو البنات الطليق ديالنا د العجينة. منطلقوهاش البنات رقيقة كاع، لا نخليوها شوية غليظة. ها نتوما شوف، ها الا طلقناها رقيقه كاع ما غاديش تجينا لا في الماكله ولا في الطياب ولا في شي حاجه، كتخليوها البنات شويه شغليله وتتبداو تخدموا بها. دابا البنات ها نتوما كديروا لها على وجهها شويه ديال الفرص باش غادي نبداو البنات نخدموا. بسم الله ثم البنات كتخليوها شويه غليظه. وهاد العجينه البنات اللي بقات انا غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو نطويوها.
هما البنات كنهزهم حيت غنولي نخدم بيها ما يمكنش نرميها ولا شي حاجه. كنهزو ديالنا اللي قطعنا هي بشوية وكنعاودو البنات كنطويوها هانتوما البنات. وحدة كتقطعوها وتخليوها دايرة وحده كتقطعوها وكتقبوها من الوسط بشي غطايه ديال القرعه ولا باش ما كان باش كتجيكم هكا. ها نتوما كديروا لها بحال هكا كتجي ديك تقيبه في الوسط باش كتنفخ كتبقى هذيك دايره هكا في الوسط باش كديري فيها التعميره. هذا هو الشكل ديالنا البنات اللي غنديروا لهم. هانتوما البنات شتو ها هي تقبات من الوسط غير بغطايه هاد القرعه غير باش تجي ديك التقيبه هكا في الوسط. هانتوما البنات بحالاش كيجيو شتوهم. انا حطيتهم في الطبسيل ديالي في اللاطا ودابا البنات غادي ندهن لهم وجههم بالحليب والصفر البيض وغادي ندهن لهم وجههم غادي ندخل. هانتوما البنات كديروا الحليب والبيض والصفر البيض والحليب وكدهنوا لهم وجههم. ها نتوما البنات اي بشويه البنات حاولوا ما تخرجوش الدهن في الطبسيل باش ما يجيوكمش مشدودين في الطبسيل. انا راني دايره ورق المطبخ ولكن مني كاين اللي ما عندوش ورق المطبخ يدهن الطبسيل غير بالزبده ويصوبهم. ها نتوما البنات كدهنوا لهم غير الوجيه ديالهم من الفوق. ها نتوما البنات هذا النص ديال العجينه الثاني انا عاوتاني غادي نصايبو من بعد ما ساليت هذوك درتهم في الفران. غير هي حاجه البنات ملي ديروها في الفران تكون الفران سخون مزيان يا الضو يا الغاز يكون الفران سخون مزيان البنات وحشيوهم في الفران سخون وخليو عليهم العافيه عاديه مجهده 10 ديال الدقائق. حسبوا 10 ديال الدقائق ومن بعد البنات نقصوا البوطه وخليهم حتى يطيبوا في خاطرهم وملي يطيبوا البنات عاد فتحوا عليهم. ما تفتحوش عليهم هما مازال ما طابوا لان الا فتحتوا عليهم هما مازال ما طابوا راه غادي البنات يتفشوا ما غايجيكمش من فوخي. هانتوما البنات غنقسم العجينه ديالي ها هي دابا البنات هذه غنعمرها وغنطويها ونقطعها بحال شكل كرواس. ها نتوما البنات هذا الدجاج ديالنا اللي درنا قبيله ها هو كنديروا البنات. ها نتوما البنات دابا غادي نطوي الفرماج ديالي مع الدجاج. هانتوما غادي ندير البنات هكا هانتوما ها هو شفتوها البنات هانتوما ها هكا البنات وغادي نقطعهم ونحط في اللاطة ديالي انا غادي نوريكم. هانتوما البنات هادو اللي عمرت قبيله هما كنقطعهم باش البنات حتى هما غادي نحشيهم في الفران.
الكاسات ديالي. راه كيجيو البنات بحال شكل كرواسه معمره، بحال شكل كرواسه وهما معمرين المملح. هانتوما البنات، ها هما المملحات ديالنا، خرجتهم من الفران من بعد ما صيبتهم. هانتوما كتشوفوا دابا غادي نعمرهم البنات وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. دابا غادي نعمرهم وغنولي نحشيهم في الفران غير شي تمن شي دقائق ولا ثلاثه وغنخرجهم البنات. ودابا البنات هذا هو الشكل النهائي ديالنا، هانتوما كتشوفوا من بعد ما طابوا المملحات ديالنا البنات، هذا الشكل اللي قطعتو على شكل قطعتو على شكل كرواسه البنات. ها هو شوفوا كي كيجي، راه كيجي رائع البنات ومقرمش. وهذا الشكل اللي درتو هانتوما البنات، ومازال غادي نشاركو معكم ان شاء الله حلو، وغادي نوريكم الطريقه الا بغيتو يجيكم منفوخ اكثر من هذا الشيء ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي البنات، ودخلوا لاشين وتفرجوا في فيديو اللي استمتعتوا به وعجبكم، ديروا لايك وابوني باش يوصلكم كل جديد. وشكرا البنات حيت كتدخلوا لاشين ديالي وكتتبعوني.